بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. مستمرين ان شاء الله في شرح التلاجات. كل تلاجة بنشرحها شرح تفصيلي. طبعا احنا الفيديوهات اللي فاتت شرحنا انواع كتير من تلاجات LG، من اول 22 قدم لحد النهاردة هيبقى 14 قدم. وقلنا الفرق بين تلاجات LG الاندونيسي والبولندي والتايلاندي والLG التركي. طبعا LG التركي بتنزل حجمين، الحجم الكبير اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات اللي هو دي ابو شاشة اللي هي دي، تمام، الحجم اللي هو 401 لتر. النهارده بقى دي شرحناها في فيديو المرة اللي فاتت، فيديو مفصل. النهارده بقى نشرح التلاجة دي شرح تفصيلي اللي هي LG التركي برضو، بس المقاس الصغير، يعني اصغر مقاس من تلاجات LG اللي هي بتقال عليها في السوق 14 قدم، تمام، دي 309 لتر. بس يا ريت قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله. وطلب صغير يعني لاخوكم، في زرار تحت الفيديو، انت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي اللي انت بتسمعني منه، في زرار مكتوب عليه اشتراك، زرار كده دورية، تمام، مكتوب جواها كلمة اشتراك، دورية لونها ابيض كده، دوس عليه كده بصبعك بس. ده يعني ايه؟ يعني دعم من حضرتك عشان القناة بتاعتنا تكبر. ده زرار مجانا، مش بيضر ولا مش بيضر في اي حاجة خالص، بالعكس ده هو بيفيد. لما في اي فيديو ينزل ولا حاجة على القناة بيجي لك تشوفه، او من غير ما تشوفه برضه، بس عشان القناة بتاعتنا تكبر. طيب نكمل. طيب الفيديو، بص يا جماعة، تلاجات شركة LG بقت تعمل مؤخرا، بقى لها تقريبا سنتين، تلاجات تركي. تلاجات تركي بتروح لمصنع اسمه فيستل في تركيا، اللي هي تقول لهم صنعوني تلاجة بمواصفات معينة وحطوا لي عليها اللوجو بتاعي، اللوجو بتاعي. طب ليه بتروح لمصنع فيستل في تركيا؟ لأن في اتفاقية بين مصر وبين تركيا إن مفيش ضرائب جمركية، وبالتالي الخامات اللي متوفرة في تركيا بتكون متوفرة طول السنة، بتكون خامات أنضف شوية من الخامات المصري، بتكون سعرها مناسب، عشان كده ما بيصنعوش في مصر. هم هيبدأوا يصنعوا في مصر بس هتبقى أغلى من التركي أصلا، بس هتبقى خامة برضو إيه، كويسة ومحترمة. طيب وفي LG أندونيسي، دي اللي هي بتطلع من مصنع LG اللي في أندونيسيا، وفي LG البولندي برضو، مصنع LG اللي في بولندا ومصنع LG اللي في الصين، كلهم بمصانع LG. أما دي مش من مصنع LG، دي من مصنع فيستيل. حتى هتيجي تبص على الموتور بتاعها دلوقتي لما نشوفه مش هتلاقي موتور LG ولا خامات LG اللي احنا نعرفها. طيب أول حاجة نخش على بطاقة الكفاءة. بصوا يا جماعة، دي بطاقة الكفاءة أهي، دي اسمها بطاقة كفاءة الطاقة. التلاجة دي نو فروست، يعني بتبرد بخور، مش بتعمل تلج. أهي الماركة LG، وأهو الماركة LG. الحجم الصافي من جوه 309 لتر. الاستهلاك الشهري بتاع الكهرباء، تستهلك في الشهر كهرباء 26 كيلو، 26 كيلو تقريبا. الكيلو دلوقتي في اول شريحة وصل لجنيه وشوية تقريبا، صح؟ طيب انا شايف استهلاكها الشهري بتاع الكهرباء كويس بالنسبة لحجمها. طيب نفتح كده التلاجة من نشوفها الاول من بره كده، نبعد شوية. اهي اهي يا جماعة، يا رب تكون باينة. طبعا لونها سيلفر، سيلفر كده مشبح بالطول اهو، لو قربنا كده اهو بصوا السيلفر، لون سيلفر كده مشبح، هتلفي تشبيحه كده بالطول. طيب نفتح التلاجة من جوه عشان نبص عليها. انا عايزك وانت قاعد في البيت او حضرتك قاعدة في البيت تكون شايفة التلاجة من غير ما تنزل المعرض وتتفرج. انا هعمل لك كل ده وهشرح لك التلاجة شرح تفصيلي. ده الفريزر اهو، وده الكابينة. طيب حجم الفريزر ده بيبقى 70 لتر، الفريزر ده بيبقى حجمه 70 لتر، اما الكابينه اللي تحت ده بيكون حجمها 239 لتر. طبعا التلاجه دي الموديل بتاعها 312، دي سيلفر بدون شاشه، تمام، دي LG تركي يا جماعه، LG تركي. طيب كده احنا شفنا التلاجه من جوه، يا رب تكون باينه اهي. طبعا تلاجات LG اللي هي التركي، التركي بيكون ضمانها 5 سنين، بيكون ضمانها 5 سنين، وبتديني عمر افتراضي، وبتديني عمر افتراضي 6 سنين من تاريخ الشراء، يعني يعتبر بتديني سنة عمر افتراضي. يعني ايه عمر افتراضي؟ يعني ايه ضمان التلاجة؟ ضمان التلاجة دي اللي هي الشركة اللي مصنعة التلاجة تضمن لك التلاجة ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنين، وأي سنة أنت محتاجها بيقول لك هي في فترة الضمان، يعني ليها قطع غيار وليها صيانة وده حقك. طيب يعني ايه عمر افتراضي بقى؟ عمر افتراضي ده بعد ما فترة الضمان بتخلص، كان الأول بتروح للشركة تقول له أنا عندي التلاجة بايظة، يقول لك لا يا باشا أنت ضمانك خلص خلاص، تمام، فما فيش قطع غيار والتلاجة دي وقف إنتاجها. فنزل قانون في جديد في مصر، قانون ده بيلزم الشركات وبالذات الشركات اللي بتنتج أجهزة كهربائية معمرة إنها تعمل حاجة اسمها عمر افتراضي للمنتج. العمر الافتراضي ده بيبتدي مفروض بعد
بعد انتهاء فترة الضمان. بيوفر لك الشركة ملزمة اللي هتوفر لك قطع الغيار لمدة اللي هو العمر الافتراضي، سواء بتديك بقى سنة أو سنتين. يبقى التلاجة دي ضمانها ضمان شامل 5 سنين، وبتديك عمر افتراضي 6 سنين من تاريخ شراء التلاجة، يعني يعتبر سنة بعد انتهاء فترة الضمان. تمام. طيب لو بصوا يا جماعة، اهو دي التلاجة اهي، نبص كده بالظهر، طلع لكم بقى ايه. بصوا دي السربنتينة، بتكون سربنتينة خارجية. تمام. هتقول لي هو مش التلاجات الجديدة دلوقتي السربنتينة بتكون داخلية؟ هقول لك اه، بس انت لو جيت لل جي التركي برضو اللي زيها اختها الاكبر منها، هتلاقي السربنتينة بتاعتها داخلية. طب هم عملوها ليه هنا؟ بصوا لو جينا هنا من ورا، سربنتينة داخلية. طب هم عملوا ليه السربنتينة هنا خارجية؟ هم حرين يا جماعة، هم حرين. هي مواصفات فنية وحاجات في الهندسة بيصمموا بيها التلاجه بحيث انها تشتغل اعلى كفاءه. تمام. هو بتخش المراحل الجوده. طيب دي ال جي بقى التركي، ال جي التركي ما بيكونش موتور ال جي ولا خامات ال جي. تمام. بتكون نفس خامات وايد بوينت العبد اللي بتيجي من تركيا، وخامات تورنيدو العربي اللي بتيجي من تركيا، وخامات بوش اللي بتيجي من تركيا، وخامات بيكو اللي بتيجي من تركيا، كلهم بيطلعوا من مجمع صناعات اسمه فيستيل. فهتلاقي كلهم مواتيرهم واحده. يعني مثلا لو نزلنا الموتور كده، بصوا لو نزلنا للموتور ده هتلاقي هو الموتور اللي موجود في الثلاجات التركي عموما. حتى بص هتلاقي فين، هتلاقي غاز التبريد ار 600 ايه، غاز تبريد ار 600 ايه. تمام. الغاز التبريد ده طبعا مستورد مش مصري، لان الغاز التبريد المصري او المحلي بيكون ار 134 ايه. طب ايه الفرق بين الغاز ار 600 ايه والغاز ار 134 ايه؟ اولا غاز التبريد ار 600 ايه بيكون غاز تبريد مستورد، غاز تبريد خفيف، بيبرد الثلاجه بشكل اسرع، فبيستهلك كهرباء اقل، وبالتالي المواتير او الضغط اللي بتستخدم غاز تبريد ار 600 ايه بيكون حجمها اصغر من المواتير اللي بتستخدم غاز تبريد ار 134، لان الار 134 غاز تبريد محلي وغاز تبريد تقيل، فبيحتاج ضغط او كباس قوي جدا علشان الغاز ده تقيل، وهو في الاخر بيبرد التلاجة بشكل ابطأ وبيستهلك كهرباء اقل. المواسير زي ما انا شايف اهي، مواسير نحاس، ده الغطاء اللي بينزل عليه المية من المية الزايدة. طيب كده ايه، احنا شفنا الموتور وغاز التبريد. طيب التلاجة دي مشحونة بغاز تبريد يا جماعة، حجمه بيتقاس بالجرام، بيتقاس بالجرام، حجمه 48 جرام، 48 جرام. انا شايف ان حجمه صغير، بس بالنسبة للتلاجة، لان التلاجة اصلا صغيرة 309 لتر، فشغال يعني مش وحش. تمام. نتكلم بقى ايه على الابعاد الخارجية للتلاجة، يعني العرض في العمق في الطول، يعني اقفل التلاجة كده. طب انا بقول لكم ليه الابعاد الخارجية كام سنتي، يعني عشان في ناس ملزمه ان هي تشوف التلاجه مقاسها قد ايه، عشان لما هتعمل مطبخ بيلت ان او مطبخ امريكان اللي هو بيتقفل عليه حاجه من كل حاجه. بس في ملاحظه مهمه جدا للناس اللي هي هتقفل المطبخ بيلت ان، اول حاجه لازم تسيب حول، يعني من تسيب مسافه بين التلاجه والحيطه اللي جنبها او اللي وراها 5 سم على الاقل، 5 سم على الاقل، عشان التلاجه تستهلك كهرباء قليل وتشتغل بكفاءه عاليه. لازم اسيب 5 سم من اليمين ومن الشمال ومن الظهر. تمام. ولازم اسيب من فوق التلاجة، اسيب على الاقل يعني 10 سم 15 سم، دي نقطة مهمة جدا. طيب وبرضو قبل، يعني بعد ما اشتريت التلاجة من المعرض وحطيتها في المكان اللي هتشتغل فيها طول عمرها، اسيبها على الاقل من 2 ل3 ساعات من غير ما احط الفيش، اسيبها عشان تستقر على درجة حرارتها. طيب بعد ما الـ2 و3 ساعات عدوا على اشغلها، مش هحط الفيشة وبشغلها فاضية من 3 ل4 ساعات عشان تاخد دورة التبريد بتاعتها كاملة، واتاكد ان التلاجة تشتغل بكفاءة عالية. طيب نكمل بقى ايه، نكمل الابعاد. بصوا الابعاد يا جماعه، من اول هنا كده، من اول هنا لحد اخر نقطه هنا كام سنتي، 59 سنتي، 59 سنتي. طيب من اول هنا كده، من اول هنا لحد السربنتينه دي، السربنتينه انا مش قايس لكم لحد هنا، انا واخد، انا ايه مخلي بالي ان في سربنتينه برضو ايه طالعه عن الجهاز، ولازم ابعدها عن الحيطه وايه واخلي بالي منها. يبقى دي 64 سنتي. طيب الطول بقى، الطول من الارض، من الارض كده لحد فين، انا اسلكه لحد هنا المفصل من فوق، مش اسلكه لحد هنا، اسلكه لحد هنا قد ايه، 1.71 متر. طيب كده احنا خلصنا الابعاد الخارجيه. في نقطه مهمه جدا، التلاجات التركي عموما ممكن اغير اتجاه فتح الباب، يعني بصوا مفصله اهي بتخلي الباب يفتح من الناحيه دي، بصوا بتخلي الباب يفتح من الناحيه دي، سواء باب الفريزر
او باب الكابينه. انا ممكن اخلي الباب يفتح من الناحيه دي ازاي؟ انقل المفصله دي، انقل المفصله دي، انقلها في المكان ده تجهيزه، في تجهيزه اهي، بصوا شايفين في تجهيزه اهي جاهزه، بحيث ان اخلي باب الفريزر او باب الكابينه يفتح من الناحيه دي. ونفس الكلام برضو، بصوا اهي في تجهيزه اهي، ممكن بدل ما يفتح من الناحيه دي اهو شايفين التجهيزه، اخليه يفتح من الناحيه الثانيه. طيب نفتح بقى الفريزر ونشرح الفريزر، بعد كده نشرح الكابينه. بصوا ده باب الفريزر اهو، ده باب الفريزر، فيه رفين، رفين بلاستيك، ادي واحد اهو، ادي التاني، والفتحات دي بقى ايه؟ عشان تطلع التبريد يخش جوه الحاجه اللي موجوده جوه الرف، تمام؟ طبعا الماده الاي بي اس بتاعت الثلاجات المستورده، الماده البيضاء دي بتكون نظيفه، والتقفيل بيكون نظيف، بصوا التقفيل بيكون نظيف. حجم العازل نفسه، شايفين حجم العازل قد ايه؟ حجم العازل كبير. العازل ده يا جماعه في الثلاجات ان هو عامل زي كولمان الميه كده، كولمان الميه بتحس ان هو سميك كده، ليه؟ بيكون فيه عازل، بيكون فيه عازل علشان التبريد اللي كونته الثلاجه تحتفظ بيه اطول فتره ممكنه، وعشان برضو لو في جسم سخن جنب الثلاجه ما ياثرش على التبريد الداخلي للثلاجه او دوره التبريد. طيب نبص بقى هنا، هنا بصوا في فتحات تبريد، شايفين دي؟ اول حاجه صح، العيب من الثلاجه ده ان الفريزر ما فيهوش اضاءه، الفريزر ما فيهوش اضاءه. طيب الرف ده رف ازاز، الرف ده رف ازاز، عندي هنا فتحات التبريد، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، فتحات التبريد دي بتطلع التبريد اللي بيخدم على الرف اللي فوق هنا، الحاجه الاكل اللي موجود في الرف اللي فوق. وهتلاقي برضه هنا تحت، لا هنا تحت ما فيش فتحات تبريد، يبقى فتحات تبريد بس فوق في الرف اللي فوق، فبالتالي هينزل برضه للرف اللي تحت. دي يا جماعه اللي هو المصرف، لما مثلا انضف الثلاجه وفي ميه ولا حاجه بصرفها من هنا، تمام؟ بتنزل على الخرطوم او خرطوم الصرف اللي هو فوق القطع البلاستيك اللي فوق الموتور، تمام؟ دي فصل المروحه، طبعا لما اقفل الثلاجه المروحه بتشتغل، لما افتح باب التلاجه المروحه بتفصل عشان التبريد ما يطلعش بره. كده احنا خلصنا الفريزر. طب ناخد ابعاد الفريزر، في ناس بتهتم بالحاجه دي. بصوا من اول هنا كده لحد اخر نقطه هنا، العرض بتاع الفريزر ده قد ايه؟ 50 سنتي. طيب العمق من اول هنا لحد اخر نقطه جوه 41 سنتي ونص. طيب الطول الفريزر من اول هنا لحد اعلى نقطه هنا بيبقى 39 سم. انت بتقول لنا ليه ابعاد الفريزر عرض في عمق في طول؟ في ناس بتقارن التلاجه دي بتلاجه ثانيه فعايزه تشوف الفريزر اللي هنا الاكبر، بس انا قلت لكم الفريزر ده حجمه في اول الفيديو 70 لتر، 70 لتر. اما الكابينه اللي تحت دي، الكابينه اللي تحت دي حجمها 239 لتر. طيب تعالى نقيس بقى الكابينه الابعاد بتاعتها، احنا خلصنا الفريزر، شكرا يا فريزر. بصوا دي الكابينه، العرض بتاعها من اول هنا لحد هنا قد ايه؟ بيبقى 51 سنتي. العمق بتاعها من اول نقطه لحد اعمق نقطه 48 سنتي. الطول بتاعها بيبقى، بصوا انا قايس لكم الطول بتاعها من هنا لحد اعلى نقطه فوق قد ايه؟ 105 سنتي، 105 سنتي. طبعا الثلاجه بتاعتي بيكون فيها اضاءه، شايفين الاضاءه فين؟ الاضاءه اهي، اهي ورا الترموستات. الترموستات ده بتحكم فيه درجه التبريد بتاعت الثلاجه من درجه واحد، تقف عند السهم ده لحد درجة خمسة، واحد دي اقل حاجة وخمسة اعلى تبريد، تمام يا جماعة؟ ويفضل انت تخليها في النص على تلاتة. طيب احنا قلنا الاضاءة بتاعتها ليد، الرفوف بتاعتي من الازاز، دي الرفوف ادي، ادي الرف اهو اول رف خالص، ادي الرف التاني، وده الجزء بتاع صنع التلج اللي هو البدائي، قطع البلاستيك البدائية دي، وادي الرف التالت اللي هو فوق درج الفريز زون. الحاجة اللي بتحط في الدرج ده بتوصل درجة حرارتها لزيرو، درجة مئوية، بتحط فيه اللحوم والأسماك، الحاجة اللي أنا عايز أفكها براحتها وما تبص معايا اللي عاملها النهاردة. وعندي فيه درج الخضار والفاكهة، ولو شلنا درج الخضار والفاكهة كده هنبص هنلاقي إيه؟ هنلاقي البطاقة بتاعت التلاجة أهو، بصوا هتلاقي مكتوب أهو ميد إن تركي، تمام؟ هتلاقي حجم الفريز زي ما قلت لكم 70 لتر، وحجم الكابينه اللي هي الثلاجه 239 لتر، لو جمعتهم على بعض هيديك الحجم الصافي التوتال كله 309 لتر، تمام؟ غاز التبريد اهو، فين الشحنه بتاعته؟ اهو 48 جرام، 48 جرام غاز تبريد ار 600، ودي الابعاد بتاعته والكهرباء بتاعتي. طبعا درج الخضار والفاكهه بتحرك على رجول اهو زي ما انتم شايفين، ندخله تاني. طبعا في عندي رجل الاستواء او القعده بلفها مع اتجاه عقرب الساعه عشان ارفعها وارفع التلاجه، وفي رجل برضو الناحيه الثانيه اهي بلفها مع
اتجاه عقارب الساعه عشان ارفع التلاجة وده حجم العازل من تحت. تمام، احنا كده قلنا حاجه، ده طبعا باب الرفوف بتاع الباب، التلاجة اهي في جزئين بتوع بيض، ادي واحد ادي التاني، يبقى كده في رف، ادي التاني وشهادة الضمان طبعا، وادي التالت الكبير وتحت مفيش خالص. طيب كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه في التلاجه بالتفصيل. طبعا هو مش كاتب لي الفريزنج كاباسيتي او القدره التجميديه للتلاجه، هو مش بيكتبه عموما في تلاجات ال جي التركي. كده احنا شرحنا كل حاجه بالتفصيل، اتكلمنا عن التلاجه بالتفصيل، كده احنا خلصنا شرح لكل تلاجات ال جي اللي موجوده في المعرض، سواء الاندونيسي اللي زي كده، كل بصوا كل تلاجه من شايفين الصف ده كله كده، كل تلاجه من دول اتشرحت في فيديو مفصل ليها، شرح تفصيلي اتكلمنا عن كل حاجه فيها. فانت لو عايز تعرف اي حاجه من التلاجات دي، سواء اللي بقى ال دي ال جي الاندونيسي، التلاته اللي جنب بعض دول، ده حجم ال 22 قدم، ودي 16 قدم الاندونيسي، وعندي التركي، وعندي التركي الصغيره لسه شارحينها دلوقتي، وعندي الاندونيسي اللي هو ال 14 قدم. بس ده كل حاجه عن الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم وما طولش عليكم اكتر من كده، ويا ريت تضغطوا لنا على اعجاب وعمل اشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.